سلام عليك، اوعى بلدينا عشان والنبي شايف ابن خالتي هناك اهو. يا وسام، اهو ده ابن خالتي وانا جايب له شويه عيش بتاو في الشنطه. عديني بس، عديني. بما يرضي الله، انت عايز ضربه الجزاء دي تتشط فين؟ ها، بما يرضي على اليمين، فروم ذيس ايز تو ذيس ايز. اها، ما على اليمين اهي. ما تصد حماده بقى. طب حس كده بقى، بما يرضي الله، عايز الكوره ابصيها ولا ايه؟ ها، خد بالك. بس بس كابتن، الكوره في الشبكه. بالمناسبه انا سهيتك وحطيتها في الشبكه وانت مش واخد بالك. يعني لو مش واخد بالك انا اسف بقى، حاجة عليا. اللهم صل على النبي. في حاجه بعيده على مرمى البصر تشبه المرمى، انا هسدد وعلى الله بقى. ها، لسه ما وصلتش. ماشي، لما توصل خبروني. ها، انتوا بتهيصوا. تبقى وصلت ودخلت جون، الحمد لله. رضا، انت سهران امبارح على فيديوهات روبرتو كارلوس. بما يرضي الله، عايز ضربة الجزاء دي كمان تتشط فين؟ على اليمين. اوكي، از يو لايك. ها يا ابني، ما على اليمين. انت غبي ياض، ما على اليمين. ولا ما هو بقى مع اليمين، ما تروح معاها. طيب صحيح، ما انت رحت معاها. طب ما تصدها انت عشان قصير يا عين. خلاص، ولا يهمك يا حبيبي اخوك، ولا يهمك. رجاله، خدوا بالكم، في لعيب معاه الكرة على مرمى البصر، انا شايفه على بعد بعض كيلومترات. اللهم صل على النبي. هو نقطة حمرة كده، مش باين قوي يعني. اللهم صل على النبي. في ايه؟ احنا فينا من البومب والصواريخ والشغل ده. ايه، ما العيد خلص من بدري. جت في حاجه عملت زو من جنبي، عامل كده. ايه اللي عمل زو؟ انتوا ما انا برامز جلال الجديد. اطلع يا رامز، اطلع، انا عارف الكلام فين. اطلع يلا. ما بتشتغلوني طيب ولا ايه؟ ايه ده جون. يا راجل. مين اللي شاطها، روبرتو كارلوس ولا الظاهره رونالدو ولا مين؟